يا مساء الخير بكل اللي تابعونا في حلقة جديدة، وأكيد بداية انطلاقة أسبوع جديد من برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي أكيد بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية. وبداية رح أبدأ معاكم موضوع الحلقة لليوم. فقرتنا الأولى رح نتكلم عن الغضب. كلنا بحياتنا بتمر علينا لحظات كثير بنحس فيها بالغضب، ولكن تختلف هذه الحالات على حسب اختلاف المواقف اللي ممكن تعرضنا للغضب في بعض الأحيان، وأيضا على حسب الشخصيات. كل واحد مننا تختلف شخصيته عن الشخص الثاني، فتختلف طريقة التعبير عن هذا الغضب. وأكيد بنسمع كلنا كثير، بنسمع في حالات كثيرة ممكن تعرض للغضب، بنسمع شخصيات ما تقدر أنها تتمالك نفسها أثناء الغضب. فاليوم راح نتكلم معاكم، وطرحنا سؤالنا أكيد على هاشتاغ ساعة شباب في تويتر. السؤال يقول: إيش أكثر شيء ممكن يشعرك بالغضب، وكيف ممكن تعبر عن غضبك؟ خلونا نروح نشوف ردودكم معانا ونقرأ أول الردود معانا لليوم. ونروح لسوم المنصوري تقول: الشخص الغير مرتب ولسانه طويل يغضبني، وبصراحة كذا التعبير عن الغضب عندي ممكن ارتفاع في درجة الصوت مع توتر، وربنا لا يجيب غضب. أمين يا سومة. ونروح للشاعر أبو ذياب يقول: الاحتقار والتعامل بعنف قولا وفعلا وتكبر أو غرور أحد الأقارب والأصدقاء، ومساكم مساء من يشاهدكم سعادة. أكيد ومساك سعادة يا أبو ذياب. تهاني تقول: الإصرار على الخطأ وتحوله إلى عادة مستقرة في داخل الشخص قطع علاقتي معه، فلا داعي هناك للاستمرارية ما دون الاحترام. وجهة نظر يا تهاني. نروح لموج تقول: الظلم والافتراء أحيانا ردة فعلي تصدمني بالجدار، ولكن ما أقدر أسكت لما نخلص، لما يخص أحبابي فأحد يقدر يتحمل الظلم والافتراء على أحبابه. وجهة نظر يا موج. نروح لدينا الطريقي تقول: مساء الجمال والروقان، أنا لما أغضب أكل وأطلع الحرة كلها في الأكل. أكثر شيء يغضبني أنه يجي شخص يتكلم عني بسوء بدون ما يعرفني تماما. حلو يا دينا. أروى إيش تقول أروى؟ أكثر الأشياء اللي تشعرها بالغضب: الظلم، اللي يعرف قدره عندي ومع كذا يحرجني يجرحني، والشخص البارد هنا جلطة وموت بطيء، التعبير عن طريق الردح بالكلام الجارح أبو عيار ثقيل. الله عليك يا أروى. العنود إيش تقول العنود؟ أي شيء يصير من وراء أو يتم استغفالي فيه أو يقلل من قيمتي أعبر عنه. والله العادة الصريخ أول شيء، بس صار الآونة الأخيرة السكوت أبلغ من الكلام. الله عليك يا عنود حكيمة. حصة تقول كثير أشياء، إيش تقول حصة؟ نشوف حصة ثانية، خلينا نشوف إيش كتبت حصة. كثير أشياء بس أكثر الأشياء لما أحد يغزني يمسك بطني مرة أتنرفز منها وما أحبها، كيف أعبر عن الغضب؟ ما أضحك وأقول له إني ما أحبها ويا ليت يفهمه. والله جات يا حصة على غزة القلب، في غزة البطن، في أشياء كثير ممكن تصير بحياتنا تنرفزنا، وأكثر هذه الأشياء أتوقع أنه بنمر بحالات كثير من الغضب. صار بالذات في الزمن اللي احنا فيه صارت تمر علينا كثير أشياء ممكن تخلينا نوصل لحالة الغضب بسرعة شديدة. يعني بتصير كثير من الكذب، كثير من الخيانة، كثير من الظلم في كل شيء، مو بس في الحياة اللي نقدر نقول عليها اليومية، في كل شيء ممكن تصير لنا مواقف تحطنا في الغضب. في هذه اللحظات كيف أنت تقدر تختبر نفسك؟ في الأشخاص اللي يقدروا يتمالكوا نفسهم في الغضب، وفي الأشخاص اللي أبداً ما يقدروا أنهم يتمالكوا نفسهم أثناء الغضب ويكون الغضب مسيطر عليهم. راح أقول لكم على كم شيء تقدروا أنكم تسووه في هذه الحالات، وإن شاء الله أنه يقلل من الغضب اللي ممكن تحسوا فيه. أول شيء وأهم شيء الاستغفار وذكر رب العالمين. دائما الاستغفار الكثير بيهون علينا أمور جدا كثيرة، مو بس في حالات الغضب. ثاني شيء، إذا كنت في حالة غضب جدا شديدة وممكن أنت في نفس الوقت يكون اللوم كله عليك، ما راح تكون أنت من الشخص اللي راح تكون أنت وقتها الشخص اللي راح يحط كل اللوم عليك. قبل اتخاذ أي قرار في حالات الغضب لازم تعد من 1 لـ10 قبل اتخاذ أي قرار. تقول لك هذه الحالة أن أنت ممكن تتراجع عن أمور جدا كثيرة غلط ممكن أنها تتأثر عليك بالآثار أو بالتأثير السلبي في حياتك. ممكن نتعرض بحالات من الغضب كثير بحياتنا،
تعرضنا لمواقف نقول بعدها يا ريت ما صار لنا هذا الموقف من حالة غضب، ولكن في النهاية أو نقول يا ليت يرجع بين الزمن ما كنا سوينا اللي سويناه أو ما كنا قلنا اللي قلناه. فبعض في هذه الحالات عشان كذا لازم تتأنى كثير في هذه المواقف. فحلوة الطريقة ترى اللي من 1 لـ10، أنا مجربتها شخصيا، فممكن أنك أنت تتراجع عن قرارات جدا كثيرة خصوصا في هذه الحالة. أو بعض الأشخاص اللي ممكن يحسوا بكثير من الغضب وممكن الغضب يأثر على حياتهم كثير، ممكن يبعدهم عن أعز الناس لهم، فهذه الحالات لازم تستشير أخصائي نفسي. مو شرط أنت تكون مريض نفسي أو فيك شيء بسم الله عليكم، ولكن الاستشارة النفسية تكون في هذه المراحل ممكن يعالجك كثير، ممكن يديك جلسات، ممكن يعطيك الأخصائي النفسي طرق أنت ممكن تتعالج فيها عن الغضب. وأول شيء أساسي أنا بنظري هو الاعتراف بالمشكلة. متى ما اعترفت بمشكلة أنت تواجهها بحياتك، هنا راح تكون بداية العلاج لهذه المشكلة. فأنا أنصحكم بهذه الأمور، وما راح أطول عليكم أكيد بالكلام، خلونا نروح نكمل الردود معانا اليوم ونشوف ريهام إيش تقول. لما تضارب مع أخواتي وترى أنفجر بغضب عليهم، العنف اللفظي معي وتنفس عن غضبها من خلال قراءة الصحف والمجلات ومشاهدة التلفزيون وأيضا سماع الموسيقى. الله على الحلول يا ريهام. مريم تقول اللي يقذفني ويتدخل بخصوصياتي واللي يكون بطيء وبارد وأنا مستعجلة أعبر بصراحة على حسب مزاجي وحالاتي النفسية، فأحيانا أتجاهله وأحيانا أنفعل. حلو يا مريم. همسة براءة إيش تقول؟ مساكم ورد وجوري ومساك. اللي يغضبني هو اللي يتدخل في خصوصياتك وأعبر عليها بتسليك والبرود، وهذا الشيء اللي يخلي واحد ما عاد يتدخل فيك ولا يقرب منك. ممكن والله، بس يا همسة براءة في بعض الشخصيات ما تفهم لا بالبرود ولا بأي شيء ممكن يفهم برضه راح يتدخله في حياتكم. مرام تقول لما ولد صغير يشتم أو يقل أدبه معاي والأم شايفة وتقول إنه ضحكة صغير ما يفهم صغير وما يعرف، هنا نفسي أشيل الولد والأم وأرميهم في خزانة المياه وأموتهم. ليش يا مرام؟ إيش العنف ذا؟ أحمد إيش يقول أحمد؟ الشخص العبيط أعبر عن غضبي أضربه، وفي شيء يقهرني مرة اللي يجلس جنبي ويطلع صوت مقرف بالبان، ده مو أضربه أرميه من سابع دور. ويسعد لي مساكم أجمل ثنائي، وأكيد مساك يا أحمد. نروح لسعادة صفاء مراد، وحشتينا من زمان ما غردتي معانا. يوم واحد وهو ياكل يطلع صوت، هنا اموت، احتمال اعطيه كف اقول له كل عدل ولا اروح ولا اكل معه. حل برضه يعني بدون الكف في حلول اوليه ممكن تصير اعدل من الكف يا سعادة صفاء مراد. فرح ايش تقول؟ تسلط قوي على الضعيف لا يملك حق الدفاع التعبير عنها بهالزمن، دعوه له أو الصمت. الله عليكي يا فرح، يعني جابتها من الآخر فرح. آخر ردود معانا اليوم من زوز الزهراني تقول الشخص اللي يعاند وهو ما يدري عن السالفة أعبر عن غضبي بالهواش صراحة ويسعد مساكم. والله أغلب الردود اللي شفتها وكل الردود اللي شفتها كلكم يعني من البداية ما عندكم حلول أولية على طول، ضرب صريخ هواش. ليش يا جماعة؟ في بعض الشخصيات أتوقع في حياتنا ما تجي إلا باللين، لازم نستخدم معهم أسلوب الطيب، الأسلوب الكلمة الطيبة، الأسلوب النصح في البداية. لا تستخدم من البداية أسلوب القوي، الأسلوب الهمجي في بعض الأحيان، لأنه هذه الأساليب صدقوني بالنهاية راح تطلعوا أنتوا الغلطانين. يعني يمكن أنا مو أحسن وحدة أنصحكم بهذه النصايح، لأنه كثير نشعر بحالات الغضب وممكن كثير ما نتمالك نفسنا في هذه اللحظة، وممكن كثير نغلط، وأنا منكم كمان كثير أغلط بحالات الغضب وكثير أعصب، وتختلف على حسب الشخصية. إذا كانت الشخصية من الأساس هي شخصية عصبية أو شخصية باردة، في ناس سبحان الله عندهم ملكة الهدوء والبرود ويتحملوا كل حاجة، صريخ هواش ضرب، عندهم كذا ما أعرف إيش أسميهم في حياتنا. ولكن يعني أنا تحديدا من الشخصيات اللي جدا جدا عصبية، وإذا صار شيء أو أحد ظلمني ما أقدر أني أتمالك نفسي في نفس الوقت. ولكن اكتشفت مع مرور الأيام والخبرة والتجارب أني لما كنت أصارخ، لما كنت أعلي صوتي، لما كنت أغلط في حق الثاني، ممكن أظلم بعض الأحيان، والله الله يخلينا من الأشخاص اللي بنظلم الناس في حياتنا، ولكن اكتشفت أني كنت
في كل الأوقات هذه على غلط، وما كنت أخذ أي نتيجة من الأساليب اللي كنت بسويها. فكرت أنه والله ممكن أنا أغير من شخصيتي وأحاول أني أتمالك نفسي أكثر وقت الغضب، وأشوف يعني هل في بعض الأحيان ممكن يصير شيء كويس معاي ولا لا، ما راح يكون في أي ردة فعل في هذه المواقف. ولكن حقيقي يعني اكتشفت مع مرور الأيام أنه دائما الصوت الهادي، البرود، وبالنهاية ممكن نقول يعني ممكن يكون الصمت أبلغ من الكلام في مواقف جدا كثير، مثل ما قالت العنود، أو ممكن ندعي لهم. وأتوقع أنه كثير مننا يخاف أنه يندعي عليه في هذه الزمن، أنه صراحة أحس الأشخاص مو ناقصين يعني، من كثر البلاوي، من كثر الهموم اللي حاسين فيها، من كثر مشاغل الدنيا، مو ناقص كمان أنه والله يظلم شخص في حياته أو يزعل شخص قريب منه. عموما هذا كان سؤالنا في هاشتاغ ساعة جواب على تويتر. أشكر كل اللي غردوا معانا، ونعتذر أكيد عن اللي ما طلعت تغريداتهم معانا. استمروا في التغريدات ومتقبلين كل آراءكم واقتراحاتكم. مكملين بفقراتنا، راح ناخذكم على جولة مبادرات شبابية وأيضا رياضة وصحة، فقرة الأخبار والمنوعات. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة المبادرات الشبابية واللي بيطلقوها الشباب الفترة الأخيرة، سواء شباب أو بنات، وجدا فخورين في هذه المبادرات خصوصا أن كلها تطوعية. وضيفتنا اليوم من فريق نستطيع أن نبادر التطوعي، اللي بيقدم عدد من المبادرات حنتعرف عليها من حديثنا. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الموجودة معاي بالاستديو أروى الجوزي. يا هلا معك شباب، تشرفتيني يا أروى. شرف لي. بداية أروى، يريد تعرفينا عن فريق نستطيع أن نبادر، متى تأسس، وكمان يهمنا نعرف إيش أهم أهدافه. والله هو فريق نستطيع أن نبادر تأسس عام 1437، يتكون تقريبا من 10 فتيات، أعمارنا تتراوح بين 16 إلى 20، بس الأغلبية يعني 16 15 17، يعني أعمار جدا صغيرة. أهدافنا يعني في البرنامج إنه هي نشر التوعية، أعمال الخير، يعني قدمنا في كذا أعمال وكذا برامج سويناها يعني أكبر من عمرنا تقريبا. جميل. طب بعرف أروى، يعني إيش أبرز وأهم الأنشطة اللي قدمتوها في هذه المبادرة وشاركتوا كمان في تقديمها؟ والله هي عدة برامج، وفي برامج برضها جاية. البرامج اللي قدمناها محاضرات عن سرطان الثدي في الغرفة التجارية. جميل. ونسقنا مع الوقف التنموي في مع الأيتام، أعطاهم دورات لغرس القيم. جميل. قمنا طبعا أنا وزميلاتي في هذا البرنامج، أعطاهم دورات تقريبا اليوم واحد، بس إن الدورات متعددة. كان من ضمنها أعمال تطوعية وترفيهية، وقمنا برضو في زيارة المستشفيات، مستشفى الثغر في جدة، زيارة الأطفال، وبرضو نصحهم للغذاء الصحي وإيش فوائده وزي كذا. وبرضو قمنا في الثقافة والفنون. جميل. الثقافة والفنون. أيوة. عيديتنا للأطفال، وشارك فيها عدة من الجروبات التطوعية. يعني كانت لنا مبادرات كثيرة. واضح حتى صراحة المبادرات والحملات اللي قمت يعني فيها. يعني حتى في المدارس. في المدارس. صحيح انه البنات اللي في المدارس اعمارهم زينا، بس كان تقريبا فكرنا انضج منهم بشويه، فكنا يعني نعمل دورات. في المتوسط برضه يمكن ثالث متوسط تكرمت مع بين 400 وشيء من الطالبات، ومديره المدرسه برضه لقبتني بلقب انا استطيع اذا حتما سانجح. يعني انا وزميلتي كانت الفكره هذه ببالنا تقريبا من احنا اولى متوسط. جميل. بس ما تحققت الا في ثالث متوسط، يعني كنا حابينها من قبل، فصارت عام 1437. هذا دليل انكم سعيتوا كثير لتنفيذ هذه الفكره، يعني وقت 3 سنين او سنتين من اولى متوسط للثالث متوسط، لسه انتم صغار بالعمر. أكيد. على مثل هذه المبادرات ممكن تكون قدوه يعني لكثير من امثالكم، وكويس انكم قاعدين تشتغلوا على هذه الفكره. عملتوا كثير من المبادرات وكثير من الحملات التطوعيه، بس انا ابغى اعرف أروى، كيف انتم بيتم تعزيز فكره العمل التطوعي وبتسعوا دائما لتقديم الافضل في هذه الاعمال؟ اكيد بنسعى، يعني احنا حاطين حاجه في بالنا، حابين نوصل يعني للاطفال او للناس او للمجتمع حاجه، يعني حاجه تفيدهم في المجتمع. يعني لازم نسعى للشيء عشان نوصل له احنا. يعني مستحيل انه اوكي نفسنا احنا في الشيء هذا، او لازم نصير الشيء هذا واحنا جالسين، ما ينفع. يعني لازم نسعى، لازم نبادر عشان نوصل للشيء اللي احنا نبغاه. حلو.
طيب أروى، يعني أنا لفتني شيء صراحة، من أسبوع. أهم أهدافكم هو إبراز المواهب لدى الآخرين، فبعرف أكيد كيف تشتغلوا على هذا الموضوع. أكيد، يعني مثلا الحين عندنا برنامج إحنا ومع فريق أطفالنا، هو أول برنامج يقام في المملكة العربية السعودية، برنامج الشطرنج برعاية الرياضات الدولية للاتحاد الدولي من الرياض. هو أول برنامج جميل. زي ما قلت لك إنه يقام في المملكة العربية السعودية مع أستاذ هاني باصحيح والأستاذة حنان إبراهيم، هي مدربة أطفال للنشاطات الذهنية. راح يقام في فلامنجو مول يوم 24/7، وعمل بازارات هناك للأسر المنتجة، مساعدتهم إنه يبرزوا موهبتهم حلو. أو يبرزوا عملهم يعني في المكان هذا. كدعم، كنوع من الدعم للأسرة المنتجة أكيد والأطفال. أكيد أكيد. جميل أروى. طيب بتتعاونوا كمان مع عدد من الفرق الأخرى لتقديم مبادرات بشكل أكبر، أنتوا لسه بنات صغار في عمر صغير، ما بتقدروا أنكم تقوموا بعمل جدا كبير وضخم أو مبادرة تكون كبيرة، عشان الهدف أصلا من المبادرة التطوعية هي نشر الوعي للمجتمع أكيد سواء في أي مختلف المجالات، فأبعرف إيش أهم الفرق اللي تعاونتوا معاهم؟ يعني إحنا ما تعاملنا مع أي فريق، كانت كل مبادراتنا تقريبا لحالنا. قدرتوا انتوا أكيد ال قدرنا، 16 بنت؟ أكيد 10 بنات، 10 بنات. أكيد قدرنا. يعني كنا مثلا ننسق مع مركز أو مع جمعية أو مع مدارس أو مع أي جهة، كنا ننسق معاها ونحضر. أوكي خلاص، أنا وزميلاتي كل حاجة نعملها من لحالنا، ما في أي مثل ايش؟ مساعدة. قولي لي أروى. مثلا زرنا مركز التأهيل، كانت أول برنامج لنا، كان أول برنامج يعني، وكان في حضور جدا كبير. المهم كان هذا البرنامج يعني أنا وزميلاتي نسقناه كل حاجة، إنه أنا والبنات لحالنا. كان اليوم هذا عن كيف ندخل الفرح لهم والسرور، بما إنه هم مؤهلات، يعني كان عدد جدا كبير، جهزنا لهم من هدايا ومن غذاء صحي من برامج ترفيهية، يعني شيء كان مرة كبير. وكان والصور هذا كله برضه تطوع منكم انتم بنفسكم عملتوه، أكيد ما كان احنا ما لقيتوا أي دعم مادي من أي جهات؟ ولا أي جهة، كله من عندنا احنا، من دخلكم الخاص، أكيد أكيد الهدايا أكيد وكل شيء كل انتم حاجة، قدمتوه. أي برنامج احنا عملناه كله احنا قدمناه من عندنا، ما في أي دعم مادي. طيب فطبعا كيف؟ هذه أيوه. يعني أعمال تطوعية مننا احنا، هذا الوجه لله. احنا زي ما قلت لك انه برضه نقوم في تعزيز للأطفال او حاجه زي كذا، فاحنا نقوم فيها. اوكي هذا نحصل فيه له دعم ممكن. أيوة. هو البرنامج اللي قلت لك حيكون في فلامنجو مول، هذه جهات مختصه شافت ايوه اعمالكم التطوعيه ايوه فحبت انها تدعمكم ماديا. ايوه حلو. طيب الفريق العمل التطوعي جدا صعب، خصوصا باعماركم ما اروى، يحتاج تنظيم، يحتاج خطه، يحتاج استراتيجيه، يعني انكم انتم مسؤولين على كل كلمه انتم بتنزلوا وبتوعوا الناس فيها على جميع الحملات. مثلا حمله سرطان الثدي اللي عملتوها، هل كان معاكم اخصائيين استشاريين ولا كانت انتم من عندكم نزلتوا لا، للناس هو كان وقدمتوا في هذا الغرفه الوعي؟ التجاريه اليوم هذا عن سرطان الثدي، واحنا شاركنا فيه له يعني ثقافه، ثقفنا عن الموضوع هذا اكثر، ايش الشيء اللي ممكن يتجنبوه، ايش يعني ثقفنا زي ما قلت لك عنه اكثر. يعني فكان انتم قريتوا عن الموضوع اكيد اكيد قبل لا نعمل حاجه وثقفتوا نقرا الناس عنه. فيها؟ اكيد كان في برضه يعني جروبات ثانيه مشاركه فيه له، يعني مو بس كان احنا لحالنا، كان في كذا فريق يعني غيرنا. حلو اروى. طيب ابى اعرف يعني هل في برامج راح يتم تقديمها قريب باذن الله غير البرنامج اللي قلتي لي عليه كحمله تطوعيه؟ اكيد راح يكون في برامج، بس لحد الان يعني ما اقدر اعطيك الاسم ايش هو البرنامج، فاحنا جالسين نشتغل عليه. الاسم اللي اقدر اعطيكي هو انه حقه الشطرنج زي ما قلت لك اول برنامج في المملكه العربيه هو حيكون. في برامج ثانيه باذن الله يعني راح تتوضح للناس بعد ما نشتغل عليها. تمام. طب حلو. في كثير حاليا وانا جدا فخوره فيها حقيقي، كثير من الفرق التطوعيه في مختلف المجالات زي ما ذكرت اروى، كيف بتحاولوا انكم تتميزوا او بتنافسوا بعض الفرق الموجوده؟ تقريبا باعمارنا، انه باعمارك احنا يعني هذا الشيء اللي يميزكم. اكيد اكيد هو شيء يميزنا، وطبعا شغلنا لازم يكون دقيق، نشتغل الشيء واحنا فينا يعني حب انه حابين نوصله للناس بطريقه مره حلوه، ما نشتغله انه ضيق او حاجه زي كذا، لا لازم انه يكون شغلنا جدا مميز. طب ودحين انتم 10 ما فكرتوا انكم تضموا اكثر من اساسا البنات؟ الفريق ما هذا تحتاجوا شباب في الفريق لا، يساعدوكم؟ احنا حابين انه نبرز انه احنا بنات لحالنا. عندكم فكره وهدف من ايوه البدايه، اكيد انه احنا بنات انتكم لحالنا. انتم بنات في فريق تطوعي وما اكيد تبغوا تدخل اي لا، شباب. ما حابين ندخل اي شباب احنا والبنات بنات. طيب
حتى البنات فكرتهم زي احنا بنات، زي ما قلت لك انا اكبر واحده فيهم عمري 19 سنه، يعني البنات اعمارهم زي ما قلت لك 15 16 17 ما يتعدوا هذا العمر. وعادي يقدروا ينضموا للفريق في اي وقت. اكيد. حلو، طب كيف بتوفقوا بين دراستكم خصوصا انتم لسه في الثانوي ما شاء الله عليكم، يعني كيف بتحاولوا انكم توفقوا بين الدراسه وبين الاعمال التطوعيه؟ لازم تكون في خطه يعني. متعبه وخصوصا انها بدون مقابل هذه الاعمال. اكيد، زي ما قلت لك هذه الاعمال التطوعيه اللي نعملها لوجه الله، احنا نستمتع فيها مره كثير. واضح. مره كثير يعني في المدرسه اذا في برنامج ثقافي الحين زي البرنامج كيف نكون قدوه. جالسين برضه نشتغل عليه، حابين يعني نبرز حاجة مرة حلوة للمجتمع. حلو. طيب كيف ممكن تقولي لي كلمة أروى نحمس البنات اللي بأعماركم أنهم يكونوا شغوفين وعندهم حب للعمل التطوعي للخدمة المجتمعية؟ أكيد، إيش حابة تقولي لهم؟ ما في حاجة اسمها لا، ما في حاجة اسمه أنا ما أقدر أني أعمل هذا الشيء، في شيء أنه أنا أحطه في بالي، أحطه يعني أمامي هذا الشيء عشان أنا أسعى له، ما في حاجة أنه أنا أقدر أحط لها حاجز، ما في حاجة في حياتي لها حاجز، أنا أبغى أوصل لهذا الشيء راح أوصل له يعني، بس أهم شيء أحط هدف، أحط نقاط أساسية عشان يتحقق الشيء. طب هذا. طب بعرف أروى قبل ما أختم معاك إيش اللي حابة توصلي له؟ إيش اللي حابة أوصل له؟ جمعية تكون باسمنا. جمعية تكون باسمنا. جمعية تكون باسمنا. نستطيع أن نبادر. أكيد. إن شاء الله يا رب. ليش لا؟ وزي مثل ما أنت قلتي في البداية، ليش لا؟ وكل شيء إذا حطينا في حاجة اسمها لا أساساً. أكيد طبعاً أروى، وأنا جداً فخورة فيك وفخورة في الفريق اللي بتشتغلوا عليه، خصوصاً أن أنتم بنات في الثانوي كلكم أعماركم بين 15 ل 20 سنة وبتقوم بمبادرات تطوعية كبيرة جداً، وتواجدكم في هذه الحملات لخدمة المجتمع، أشكرك على تواجدك وأكيد أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله في يوم من الأيام راح نشوف اسم حملتكم كبير في كل مكان بإذن الله. ومشاهدينا مكملين معاكم بفقراتنا، حنطلع فاصل قصير، لا تروحوا بعيد، أخبار ومنوعات بعد الفاصل. ويا هلا والله بكل اللي يتابعونا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات واللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم، وصراحة يعني هذه الفقرة يمكن أقول لكم من أكثر الفقرات اللي اشتقت لها في الأسبوع الماضي. راح نروح لخبر الأول اللي معاي اليوم، وخبري عن تويتر بعد 7 سنوات تتخلى عن البيضة الافتراضية للحساب الجديد، وكلنا عارفين أول ما ندخل نسوي حساب جديد أو إنشاء حساب على تويتر تطلع لنا صورة البيضة في الملف الشخصي. طبعا أعلن موقع تويتر مؤخرا تخليه عن الصورة الافتراضية البيضة التي كانت تعبر عن مستخدمي الموقع الجدد، وذلك بعد مضي 7 أعوام كان يحصل خلالها مستخدمي تويتر الجدد عليها كصورة افتراضية لملفهم الشخصي. وأيضا قال تويتر أن اختباراتنا أظهرت أن المستخدمين قد أعجبتهم صورة البيضة، لذا لم يرغبوا بتغييرها ووضع صورة شخصية معبرة لهم عنهم، لكن هذه الصورة الجديدة قالوا ستعطي إيحاء بأن الحساب الجديد وتدفع المستخدم أكثر نحو تغييرها. يعني صراحة والله لهم وجهة نظر هذا الشكل الجديد طبعا، وأكيد تويتر بعد الخطة الجديدة وتخليهم عن البيضة الافتراضية لهم وجهة نظر، لأنه يمكن كانوا متقبلين البيضة كصورة أو كشكل، لكن بالنهاية صراحة يعني الشكل هذا أو صورة الملف الشخصي الجديدة أتوقع كثير رح يغيروا ويحطوا صورهم يصيروا يعبروا عن صور جديدة. نروح لخبر الثاني، والخبر الثاني اللي صراحة يعني يوم قريت الخبر قلت إيه من جد، نحن دائما نطالع كذا، دائما إذا شفنا الساعة نشوف عقارب الساعة على 10 على الساعة 10 و10 دقائق، دائما يجي في بالنا إنه ليش، طيب ليش في كل مكان إذا شفنا الساعات نلاقيها 10 و10 دقائق؟ قالوا لنا في خبري لأن التسويق علم كباقي العلوم، وقال اهتمت بعض الكتب والمواقع الإلكترونية بالبحث عن إجابة، وأرجع ذلك إلى 3 أسباب بسيطة. السبب الأول يقول في أنه يضمن وضع العقارب على 10 و10 دقائق عدم تغطية اسم ماركة الساعة، عشان ما يغطوا اسم الماركة خصوصا إذا كانت عالمية، ولأن الماركة تكتب عادة تحت الرقم 12 في قمة دائرة الساعة. فقالوا من الأجدى أن تكون العقارب بعيدة عن هذه المنطقة لتظل واضحة. السبب الثاني يدور إلى شكل العقارب، فعندما يشير العقرب الصغير إلى 10 والعقرب الكبير إلى الرقم 2 يشكلان سويا رسمة ابتسامة،
اعتمدتها العديد من الشركات والمواقع كعلامة للسعادة من جد، يعني زي ما احنا شايفينها، وأيضا ما يعد عامل جذب نفسي يترك انطباع مريح لدى العميل. والسبب الثالث قالوا هو شكلي، أيضا تعطي العقارب في هذا الوضع شكل هندسي جذاب ومريح للعين، فإذا تأملت الشكل فستجده منقسما بالطول إلى نصفين متطابقين، وهذا أيضا عامل نفسي مهم ومؤثر في نفس الوقت. والله يعني هذا كله طلع بعد دراسات جدا كبيرة ودراسات قوية، ما طلع كلام على الفاضي. يعني إذا شفنا شيء من جد يكون بعد دراسة وتخطيط جدا عميق، وأيضا طلعت له ثلاث أسباب. بس أنا بعرف مين الفاضي اللي كان قاعد يدور على أسباب، إيش اللي جاء في باله لما قال والله ليش الساعة دائما نشوفها 10 و10؟ فعنود قالت، صح عنود جاء في بالك نفس الشيء صحيح؟ مين الفاضي اللي طلع الأسباب صحيح؟ بس هو جدا أسباب أتوقعها بنظري جدا مقنعة، صحيح عنود؟ التسويق أكيد طبعا. عموما نروح لخبر الثالث، والخبر يقول انطلاق مهرجان مسك آرت الفني، وتنطلق الثلاثاء فعالية مهرجان مسك آرت كأحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية، وتنشر فعاليات المهرجان التي تستمر 4 أيام إبداعات الفنانين وعرض أعمالهم للبيع في أجواء إبداعية ملهمة وأيضا ثرية بمشاركة فئات المجتمع المختلفة. ويهدف المهرجان الذي يعد الأول في السعودية إلى دعم المجتمع في تجربته الفنية وأيضا مساعدته على إبرازها وتطويرها، كما يقدم برامج تفاعلية تتيح للفنانين الشباب فرصة تبادل الأفكار ومشاركة الفنانين من دول الخليج والدول العربية والعالم، وأيضا اهتماماتهم وإبداعاتهم، وهذه فرصة كبيرة للشباب المبدعين في كل المجالات. يعني في الفترة الأخيرة حقيقي صرنا نشوف فنانين مبدعين شباب صغار بالسن عندهم مواهب جدا كثيرة، مواهب إبداعية، وأتوقع مسك الخيرية يعني فرصة جدا كبيرة لهؤلاء الشباب لعرض أعمالهم وأيضا بيعها، ممكن تفتح لهم مجال جدا كبير في مجال التجارة وأيضا المشاريع الصغيرة، واللي أكيد راح تحقق رؤية ما أكيد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رؤية 2030. إن شاء الله يا رب تكون باب خير وبداية خير لكل هؤلاء الشباب المشاركين في المهرجان. أما مشاهدينا نروح لخبري الأخير موجود معاي اليوم، وخبري هو ساعة ذكية. إيش راح تسوي هذه الساعة؟ الساعة تنبه المستخدم إلى حاجته لأشعة الشمس. يعني يمكن من أكثر الأخبار الغريبة اللي راح نسمعها، بس ما نقول شيء، نحن في عصر التكنولوجيا وكل شيء ممكن ويصير أكيد. يقول لك كشفت شركة إحدى الشركات الأمريكية عن ساعة ذكية وجهوها فقط لممارسي الرياضة بشكل عام، حيث ستكون الساعة المساعد المثالي للحصول على لياقة بدنية عالية من جهة، وأيضا التعرض للشمس بالقدر المطلوب للجسم من جهة أخرى، وتتحقق الساعة من أشعة الشمس التي يتعرض لها المستخدم، وأيضا قياس المقدار اليومي لها، حيث ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم في حال عدم تلقيه المقدار اليومي من أشعة الشمس وقراءات للأشعة فوق البنفسجية من خلال جهاز استشعار سيقدم ذلك بحسب طبيعة الجسم، كما سيقدم جهاز الاستشعار تنبيهات مختلفة يتعلق بالصحة العامة وأيضا اللياقة البدنية كالتحذير من الخمول إذا بقي المستخدم جالسا فترة طويلة دون حركة من خلال الاهتزاز. يعني الساعة راح تهتز بإيديكم مع رسالة تنبه المستخدم إلى مخاطر خمول على جسم الإنسان. صراحة هذه من الاختراعات اللي ممكن يعني نقول نجربها، نحتاج أن نجربها نشوف فعلا هل ممكن هذه الساعة تخلينا ما نحس بخمول الجسم، أو ممكن تنبهك أنه يلا قوم، يعني أنت جالس فترة طويلة لا لازم تقوم، لا لازم تطلع تتعرض لأشعة الشمس، خصوصا أنه في فيتامين دال موجود كثير في أشعة الشمس وممكن تنبهنا الأشياء جدا كثير. نعيش ونشوف. هذه المرة اخترعوا لنا ساعة، المرة الجاية ما أعرف صراحة إيش راح يخترعوا. عنود معي على الخط يقول تكنولوجيا، هي فعلا تكنولوجيا، نعيش ونشوف، وأهم شيء أنه هذه التكنولوجيا بالنهاية راح تكون لصالحنا وأكيد لصالح المستخدم. أما مشاهدينا هذه كانت فقرة الأخبار والمنوعات، أتمنى تكون عجبتكم، ولسه باقي الكثير بعد الفاصل لا تروحوا بعيد.
حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لآخر فقرات من حلقة اليوم برنامج ساعة شباب، وفقرة رياضة وصحة واللي بنتعرف على كثير من الجوانب اللي بتهم الشباب سواء من ناحية الرياضية أو الصحية وأيضا بشكل عام. وضيوفنا اليوم احترفوا ممارسة رياضة الدراجات المائية المعروفة بالجيتسكي، وحصدوا العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في هذا المجال. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا الموجودين معنا بالاستديو، محمود الرابغي وايضا هشام بخشي. اهلا فيكم معنا في ساعة شباب. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. بداية محمود، يا ريت تعرفنا عن علاقتك برياضة الدراجات المائية ايضا كمركزك كمدير لهذا الفريق، والمكون من 12 شخص، وكيف بيتم التعاون بينكم ايضا؟ بسم الله. الفريق طبعا اول بدايتي في البحر كانت هواية، مجرد هواية، دخلت البحر على اساس اني انا استمتع بالبحر وبالرياضة الجميلة المائية بشكل عام. بس بداية نادي مارينا، هذا النادي اللي أسسه الكابتن عاطف الله يمسيه بالخير، عاطف إدريس، هو اللي احتضننا، هو اللي ورانا كيف الرياضة هذه، كيف خلانا نشارك في بطولات محلية وبطولات دولية عن طريق نادي مارينا. فهذه كانت البداية الانطلاقة. بعدها بفترة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ألغى جميع الأندية، وقفها، يعني كانت في أندية منافسة غير نادي مارينا، فوقف جميع الأندية، فأصبحوا لعيبة الجيتسكي كل واحد بنفسه بيشارك، يعني من غير بدون انضمام الفريق نهائيا. فحبيت يعني من باب الاهتمام وحبي للرياضة هذه أني أجمع الفريق، يعني حتى في ناس كانوا منافسين لنا في وانضموا الفريق. أيوة، فضميتهم للفريق وكوننا 12 لاعب، وفي ناس يعني مدير فني للفريق ومشرف عام للفريق وشخص مسؤول برضو عن السوشيال ميديا، فالحمد لله يعني قدرت أجمع الفريق وتنطلقوا من وننطلقوا يعني عن طريق مسمى فريق جدة جيتسكي. حلو. طب محمود، حصلت على المركز الأول في إحدى البطولات، يا ريت تكلمنا عن هذه التجربة وكيف كانت مشاركتك فيها. طيب، أنا حصلت على المركز الأول في عدة بطولات، في محلية في دولية. أي، بس أجملها كان في بدايتي، كنت لسه ما تعودت على أجواء السباقات وما أخذت على طريقة السواقة. كان ثالث سباق لي دوليا، جربت أول مرة وثاني مرة ثالث مرة، غيرت من تكنيك، سألت، حصلت على المركز الأول. السباق اللي بعده كان بعدها بشهر تقريبا، هي كانت بطولة قطر الدولية، حصلت على المركز الثالث، ورجعت حصلت على المركز الثالث. هي كانت بطولة من ثلاث جولات، فالمحصلة النهائية كانت بطل للموسم عام 2012. حلو، هذه كانت من يعني بدايه كان بدايه خير بالنسبه لي يعني. حلو. ومحمود، نبي نعرف طيب ايش اهم الانجازات اللي حصلتوا عليها خاصه بالفريق، وايضا المراكز اللي حصلتوا عليها في مختلف البطولات سواء محليه او دوليه؟ والله اقول لك على شيء، اهم انجاز انجزناه بالنسبه لنا كلاعبين وكفريق انه رفعنا علم المملكه في بطولات يعني ما يدروا حتى انه في سعوديين يشاركوا فيها، او حتى يعني قد سمعوا فيها، فهذه اكبر انجاز لنا. غير انه احنا الحمد لله كاول مشاركات شاركنا في بطوله امريكا في اريزونا، وحققنا فيها مركز رابع ومركز سادس ومركز تاسع في فئات مختلفه كاول مشاركه دوليه. وشاركنا في بطوله تايلاند، بطوله العالم طبعا، كأول فريق سعودي يطلع ويشارك فيها، رفعنا علم المملكة فيها الحمد لله، وحققنا فيها مركز ثالث. حلو. ومركز سابع. فالحمد لله يعني وصلنا في البطولات هذه، غير البطولات الدولية اللي هي بطولة قطر الدولية حققنا فيها أكثر من مركز أول على عدة مواسم، حققنا في بطولة الإمارات الدولية، شاركنا في جميع تقريبا البطولات المحلية طبعا. فريق انا ختمتوها الحمد لله يعني مسيطرين عليها. حلو. طب اسالك، طبعا احنا شايفين الصور للمشاركات والبطولات اللي اخذتوها معنا على الشاشه، وبرجع لك هشام، يعني في هذه الرياضه
لاقي أكثر من فئة، في فئات كثير، مسميات كثير مختلفة في الرياضة، في رياضة الجيتسكي تحديدا، فريد تعرفنا عن هذه الفئات. طيب هي تقريبا ثلاث فئات رئيسية أساس نحدد تحتها الشعب، فئة الجلوس، فئة الوقوف، فئة الفريستايل. أنا شخصيا أشارك في فئة الجلوس في مستوى الإكسبرت محترف. أيوة. هي تعتبر ثلاث فئات، مبتدئ، محترف، كبار محترفين. أنا حاليا في فئة المحترف. فئة الوقوف برضو في اللي هي فئات الجونيور، أعمار من 10 إلى 13 سنة. فئة الليمتد محترفين، وبعدين فئة الأوبن كبار محترفين. فئة الفريستايل برضو تتألف من فئتين، فئة المحترفين واللي أقل منها فئة اللي هم الهواة. بنلاقي كثير منهم هواة في هذه الرياضة، صحيح؟ أيوة كثير هواة، ولكن يعني عندنا في السعودية احنا نتمنى يعني نتمنى انه الشباب السعودي اللي شايف انه انا ابغى انزل البحر، لا هواية ابغى اتمشى وابغى العب، في فرصة اكيد. طب ابغى اعرف بس ايش اصعب فئة من هذه الفئات؟ ما في شيء سهل، كلها صعبة، حتى يعني الصورة قاعدين نتفرج عليها هذه ما جات بسهل بصراحة. يعني كان يعني احنا نقدر نقول بدينا من السكراتش، من الصفر بدينا، ما عندنا اي خلفيه ولا عندنا فكره كيف هي السباقات، يعني احتمال ممكن يكون بالصدفه شفناه في التلفزيون، خصوصا انه ما في مدربين لهذه الرياضه. ابدا. طب بسالك عشان كذا اسالك محمود، يعني هذه الرياضه بالذات كثير يشوفوها هو وما يحبوا انهم يلعبوها كاحتراف، ممكن تكون لهم اسباب كثيره، اسباب انه هذه الرياضه خطره، رياضه صعبه، انهم يشاركوا فيها على مستوى مسابقات دوليه او محليه، بياخذوها والله هوايه، بيطلعوا الشباب بيتسلوا مع بعض في البحر وبيرجعوا، فكيف ممكن نقنعهم بهذه الرياضة وأنها رياضة جدا مفيدة ولها أثار إيجابية ممكن تأثر عليهم على المستقبل، كيف تقدر تقنعهم؟ والله يعني أحب أن أقول للشباب هذه من أروع الرياضات، كل رياضة فيها خطورة بس تتفاوت نسبة الخطورة، رياضة ممتعة. يعني في ناس كثير يقول لك أنا أعرف أنزل البحر، أعرف أسوق جيت سكي، أعرف يعني أسوي أشياء كثير، بس لما تنزل سباق الوضع مختلف تماما، لازم يكون أول شيء عندك لياقة عالية. طبعا عندنا الدبابات اللي هي الدراجات المائية توصل سرعتها إلى 85 مايل. يعني وتختلف طبعا على حسب الفئة، يعني توصل سرعتها. ففيها تكنيك معين، لازم الشخص يكون يعني فت، يكون جسمه يتحمل الرياضة هذه، يعني يبغى لها يتمرن تمارين تحمل، والحمد لله يعني احنا وقعنا عقد رعاية، اقدم له شكر الكابتن محمد فرج انه رعانا لياقيا وتدريبيا نادي اللي هو بادي باور جيم، ما قصروا معانا، احتضنونا قالوا لنا تعالوا، يعني نتمنى انه ناس كثير زيه يسوي يعني يعملوا نفس اللي هو سواه معانا. يعني مو لازم، مو كل الدعم دائما فلوس، الناس تفكر انه كل الدعم فلوس، لا، الدعم فيه اشياء كثير، كلمه حلوه، دعم اعلامي، لقاء تلفزيوني. زي ما بسالك ايش انواع الدعم اللي تحتاجوها محمود؟ والله الدعم يعني قلت لك انتم اللي سويتوه الان دعم لنا، هذا واجبنا اكيد. صحيح. الله يبارك فيك، في هذا المجال وتستاهلوا، دعم لنا انه الناس تعرف انه بالفعل احنا رفعنا علم المملكه وبمجهود خاص، يعني ما في اي دعم، بدون اي دعم. فتخيل انه هذا كل اللي سويناه بدون اي دعم، فتخيل لو كان في دعم بالفعل. يعني اتحاد الرياضات البحريه عندنا نهائيا غير موجود، في كيان بس بالنسبه لنا غير موجود، لا دعم مادي، لا دعم يعني حتى دعم معنوي الصراحه ما في. هذه الاشياء كلها يعني احنا محتاجينها، قلت لك الدعم مو بس فلوس. صحيح. يعني الكابتن محمد فرج دعمنا لياقيا، احنا تعرف يوفر علينا كم؟ وفر علينا مبلغ كبير انه احنا نشترك في نادي ونتمرن. وعشان تتمرن عشان المسابقات بالضبط. يعني يكون في مدرب خاص يمرنكم. يراجع ورانا، يراجع اللي هو نظام التغذية طبعا، لانه التمرين مو بس مو اكيد مو بس رياضه، في تغذيه، في النوم، لازم الواحد ينام من بدري يصحى من بدري، اوقات التمارين، اوقات الاكل كمان، كل يعني هذه كل شيء. ايوه بيسوونا بصراحه متابعه جميله في هذه الرياضه. طب شيء صعب يعني اذا انتم جاكم شباب حابين انهم يشاركوا معاكم
في أو ينضموا للفريق، هل بحاطين شروط أو أسس أو معينة عشان المشاركة في هذا الفريق ولا لا؟ أكيد الانضباط أول شيء. يعني أنا مثلا لو جاني شخص يعني أول شيء يسهر كثير، ما بيتمرن، ما هو جاهز يعني معاه دباب جاهز مثلا أو شبه جاهز، هذه كلها الأشياء ما حيقدر هو يدخل معايا في يعني في السباقات أو يقدر يشارك، لأنه رياضة مكلفة الصراحة. يعني ما هي رياضة ما هي رياضة رخيصة أبدا أبدا أبدا, أبداً. جدا مكلفة صحيح. طب أسألك هشام، يعني إيش كان إحساسك كأول مشاركة لك في بطولة وحصولك على المركز الأول؟ إيش كان، إيش حسيت وقتها؟ حسيت إنه ثمرة تعبي حصدتها. لكل مجتهد النصيب بالنهايه ان شاء الله. اكيد وتفكر انك في مسابقات جايه ان شاء الله او مشاركات أكيد. في مهرجانات أكيد. قادمه هي هذه الرياضه اظنها زي الادمان، لانه مهما وصلت المركز، الوصول للمركز الاول طبعا صعب، الحفاظ عليه اصعب، فكل ما الواحد وصل لمركز يطمع انه يوصل لمركز ثاني ويطمع انه يوصل يحافظ على مركزه. حاليا احنا في نهايه موسم الامارات، باقي لنا جولتين، جولة تاريخ 8 أبريل وجولة في تاريخ 16 أبريل. بعد كده تبدأ المواسم الخارجية اللي في أوروبا، في أمريكا، في تايلاند. إن شاء الله نحاول إنه إحنا نشارك ونغطي هذه البطولات كلها بإذن الله. طيب قول لي يا محمود، يعني كثير من الفرق موجودة حاليا، كيف بتحاولوا إنكم تتميزوا عن باقي الفرق الموجودة؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني فريقنا بيضم جميع الفئات اللي هي في الجيت سكي، اللي هو الوقوف والجلوس والفريستايل، يعني مختلف كمان التشعبات اللي فيها. فما شاء الله تبارك الله، يعني والشباب كلهم فريقنا ابطال. يعني لما تيجي انت تشوف الفريق كامل، لو عدد انجازاته يوصل لاكثر من 60 ميدالية وكاس، يعني منصات كلها الحمد لله، يعني محلية ودولية. فالحمد لله يعني بنتميز انه يعني ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب اللي هم في الفريستايل، اللي هم بيقدموا العروض يعني بشكل جدا رائع، يعني ما حد في المملكة بيقدمها غير الشباب اللي هم فريق جدة جيت سكي، اللي هي في الدبابات اللي بتشقلب وبتعمل. الله، انت وصلت لمرحلة الشقلبة خلاص. ايوه. طب خلينا صريحين مع بعض، بسألك يا هشام، يعني ما تعرضت لإصابات جدا خطيرة؟ إصابات خلتك ما ترجع تشارك في مهرجانات، مواقف مخيفة بيقول لي فيها شقلبة، كيف بتأمنوا الأمن والسلامة نقدر نقول؟ لا احنا الحمد لله يعني بنلبس الفول بروتكشن، سواء في كل الفئات، كل فئة لها بروتكشن معينة. أنا بالنسبة لي ألبس بروتكشن كامل. تعرضت لإصابة في 2016 عطلتني عن الموسم، قدرت أشارك في أول ثلاث جولات فقط، بس كانت الإصابة مو بسبب الجيتسكي أو حادث أو شيء، كان بسبب إفراط في الرياضة. يعني أفرط في الرياضة، كان المفروض الواحد يتمرن ست أيام في الأسبوع ويريح يوم، كنت ما أقدر بصراحة. كنت مشارك في فئتين في هذاك الموسم، كنت أخلص من فئة الجلوس محترفين، اركب الجت الوقوف واشارك وقوف محترفين. وطول الاسبوع انا كنت يعني بتمرن، لانه موسم جولاته ورا بعض، ما ريحت نفسي، فجاتني اصابه في وتر القدم، عطلتني تقريبا ثلاث شهور. كنت امشي بعكاز. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل رياضة ولها إصابات، ما تعرف مع فرط الحركة، ممكن مع الحماس الزايد اللي ممكن تتعرض له صحيح. تصير لك إصابات، بس الله لا يجيب الإصابات أبدا. ونحن سعيدين بتواجدكم معايا اليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق في مجال هذه الرياضة، إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراكز قريب بإذن الله. بإذن الله. أكيد هشام وأيضا محمود شرفتوني اليوم. شرف لنا. شرف لنا. شرف لنا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا، وأكيد راح ألقاكم بكرة بنفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية. أمن البرنامج ظاهر على الشاشة، وأيضا هاشتاغ ساعة شوافي تويتر. مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، وبكذا أقول لكم فمان الله معكم. أنا لمياء غالب، إن شاء الله نشوفكم بكرة.